في حلقة الأطباء السبعة ظاهرة طبيعية في أجسامنا، ولكن زيادتها مشكلة. أكثر الناس اللي بتعرقوا من باطن الإيد كف الإيد بيكون مش قادر حتى يسلم على حدا. الفحوصات الدورية تضمن لنا حياة صحية. يعني مثلا شاب صغير صوته ناعم إشي زي هيك، في كمان فحص هرمون بصير. البنات نفس الشيء، إذا في كان شعر. زيادة الوزن مضرة وكذلك قلة الوزن. دخلوا من وصله للمعدة بهالشكل هذا، ومصير نحط التغذية في المنطقة هاي. عانت من الشلل الدماغي، ولكن ماريانا وعائلتها لم يستسلموا للمرض. ما يفقدوا الأمل أبدا، استمري. لو إنه طفلك هلأ ما بيوقف بعد، يعني بالاستمرار بالإصرار بكذا بيوقف. ومواضيع أخرى تشاهدونها في الأطباء السبعة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا، اليوم بحلقة جديدة معكم أنا ونغم، لنطرح لكم إن شاء الله مواضيع مختلفة. ورح يكون معنا مجموعة من الأطباء بحلقة اليوم، نحاول زي ما بنحكي دائما نوصل معلومة طبية واحدة لكل حد بتابعنا. إن شاء الله تستفيدوا بحلقة اليوم، وأكيد خليكم معنا. كيفك نغم؟ الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ شو الأخبار؟ تمام. كنت أحكي أنا وإنتي إنه بنحاول نطرح مواضيع فعلا يستفيدوا منها الناس، وبالذات بالفقرة الأولى من البرنامج بنحاول نعطيهم مواضيع حياتية بتخصهم، وفعلا ممكن كل حدا فينا بعاني من هالموضوع. كنا ندردش أنا وياك عن إيش بدنا نحكي، اخترنا موضوع اللي هو فرط التعرق أو الناس اللي بعاني مشكلة التعرق الزائد. كيف ممكن نحلوا هاي المشكلة، وشو المشاكل اللي بعاني منها، وإيش الحلول الجديدة المتوفرة؟ لو نحكي هيك عن مشكلة فرط التعرق. أنا شخصيا كان في ناس بعرفهم كانوا دائما مثلا يستحوا يروحوا على مناسبات عشان هاي الشغلة. بقول لك أنا إذا بدي ألبس أواعي بتعلم محل الأواعي، إذا بعرف بيعتذروا من كثير مناسبات على هذا الموضوع. يعني فهذا الإشي كتير موجود عندنا، بالذات فترة الصيف مثلاً، وإذا كان طبيعة حتى عمله بمكان فيه مجموعة ناس بصير صار كتير يسبب له إحراج من رائحة من منظر كمان، فهي كتير عم بتأثر على حياة الناس. صح صح. فإحنا بدنا نعرف إنه في هذا الإشي موجود، والغدد العرقية منطقة الإبط مليانة من الغدد العرقية. فإحنا هلأ في كتير ناس طبيعي يفرز الجسم العرق. بالضبط بالضبط. إحنا بنعرف إنه هلأ إحنا السواء اللي بنشربها بيتخلص منها الجسم عن طريق التنفس الغدد العرقية، أو عن طريق البول، أو حتى مع البراز. فهاي أحد الطرق اللي الجسم لازم إنه يخلص هذا التعرق فيها. لكن مرات بيصير اللي هي مشكلة إيش، فرط التعرق. بالضبط. فإحنا معظم اليوم بدنا نحكي لهم إنه كيف يتعاملوا مع هاي المشكلة. أوكي. نبلش بالطرق مثلاً العادية. انت ايش رايك يعني مثلا ايش يستعملوا، او يعني اهم شيء ديودرنت يعني. ما انت عم تقولي نغم اصحك تقولي لهم ما يستعملوا ديودرنت. طبعا لا، انا مع انه يستخدموا ديودرنت، لانه يعني في دراسات بيحكوا على انه مسرطن وكذا، بس يعني في دراسات تانية بتحكي انه لا ما في مشاكل عليه، ويعني انك بالضبط انك تعرف ايش تستعمل كمان. بالضبط. يعني في المضاد وفي المزيل للعرق. كنت تحكي لي، بحب وضحي هاي المعلومه. هلا في المضاد للعرق اللي هو بيسكر الغدد العرقيه، هي بضلها شغاله، بضلها تفرز وبيسكرها. طبعا تعرف انت اذا بيسكرها بتجمع العرق جوا، دمل ومشاكل. بالضبط. بصير دمل ومشاكل وخراج، بعدين بيجوا على الجراحة نفتحها. هلا المزيل العرق انه بس بقيم العرق هذا، يعني حتى المادة مثلا اذا كانت مسرطنة بتكون اخف افكت، لانه ما بتسكر على المكان، يعني بضل ينفرز يطلع كلياته. هلا بدنا نلتجأ على الاشياء الثانية اللي هي الاخف. يعني انت بتعرف زميلتنا مش موجودة شادة. بالضبط. واحدة من الطرق كمان معصم اللي هي البوتوكس. هلا احنا ممكن نستعمل البوتوكس انه عشان احنا نشل هاي الغدد تبطل تفرز العرق، عرفت كيف؟ اوكي. وحده كمان من الطرق اللي هي بالعمليات. وحده من الطرق اللي هي العمليات اللي ممكن هون اجينا عندكم. عن جد اجيتوا عندنا. هون احنا ممكن نعمل ايش؟ السمباثيكتومي. السمباثيكتومي كمان هي اكثر الناس اللي بتعرقوا من باطن الايد كف الايد، بيكون مش قادر حتى يسلم على حدا قد ما ايده. فعلاً. فهي ممكن احد الطرق كمان انه احنا نخفف العرق. أوكي. يعني بحس كمان كثير مهم نمط الحياه يغيره. لما بنحكي عن نمط حياه بنحكي عن حمام اقل شيء اذا كنت عندك مشكله تعرق صباحي ومسائي. صح. واحد طبيعه الاكل اللي بياكلوه ولا بدي احكيها بتعرف. يعني الاكل كثير مهم. صح. صح. يعني تنتبه على الاكل المعلب كمان، كل اكل المعلب هذا بزيد مشكله فرط التعرق عندك. الفواكه والخضروات طبيعتها اصلا الجسم بتقبلها. بالضبط. بالضبط. كل شيء بيطلع بالعرق، كل شيء فيه توابل. فعلا سبحان الله، كل شيء بتاكله بيطلع بالعرق وبكون على شكل رائحه. فحاول انك هاي الامور كلها انك تخفف منها لحد ما تحل المشكله على الاقل. بالضبط. لما تعمل عبء حتى مع الزوجه مع الاصدقاء، فنمط حياه لما يتغير
بيساعدك وبيساعد اللي حواليك صح كمان. صح، انا نطيت على طول على العلاج، والمفروض دائما نبلش بالاشياء السيمبل يعني التحفظيه، مزبوط 100%، والبصل والثوم كله هذا بيطلع بالعرق يعني بكميات معتدله، ويحاول يخففها لحد ما احنا نحل المشكله يعني. اوكي، هلا انه يروح لسيمباثيكتومي او نروح لموضوع بوتوكس، هل بيعتمد على مدى مشكلة صعوبة المشكلة عنده قديش بتعرق مثلا باليوم، ولا هو انه ممكن يروح مباشرة لخيار هلا هو بيقدر ينقي مباشرة، بس هي كمان ايش اللي بيلعب دور انه بيقول لك مرات البوتوكس اذا ما زبط، لان احنا بنعرف البوتوكس بعد فترة اصلا ببطل يشتغل، انه فيلد بروح على موضوع العملية. أوكي. يعني هاي واحدة من الاشياء. أوكي. هلا مع الاكثر من مرة مثلا اذا بياخذ بوتوكس مفروض انه يعني يخف كثير يعني، بس مرات انه بيروح او بيصير ريكرنس كثير قوي يعني، هيك ممكن ينقي انه يروح مثلا العملية، او ممكن من البداية ينقي يروح على عملية. اوكي، وانا قبل ما نختم بدي احب انصح كل حدا فيهم، طبيعة الملابس اللي بتلبسوها نغم، حاولوا انها تكون ملابس انه اذا حسيتوا انه هاي الملابس بتطلع رائحة عرق غيروها. هاي الشغلات البسيطة انتم ما بتنتبهوا لها بس ممكن هي بتزيد المشكلة عندكم، حتى نوع الجربات، نوع الشوز اللي بتلبسوه، كل هاي الامور حسيتوا عم بتزيد غيروها وروحوا لانواع احسن، بتكون اكيد اقل ضرر ومشكله. بالضبط. شكرا كثير نغم، ان شاء الله يقدروا بهالفتره البسيطه يكونوا استفادوا المعلومات اللي حكيناها. خليكم معنا لسه في فقرات كثير ضمن الاطباء السبعة. حبدا الفقره واسال كل واحد فيكم سؤال، متى اخر مره عملتوا فحص دم؟ بصراحه هيك لما تسمعوا السؤال فكروا جاوبوا مع بعض. موضوعنا اليوم هو اهميه الفحوصات الدوريه لكل حدا من الاطفال لحتى الكبار بالعمر. رح يكون معي زميلي دكتور عبد الله. كيفك دكتور؟ اهلا، مرحبتين، شو اخبارك؟ تمام. يعني قديش الفحوصات الدوريه مهمه لكشف مبكر لكثير امراض؟ قديش مهمه ليعرف الواحد وين مساره وين رايح بمشكله مرضيه اللي عنده؟ لدرجه سبحان الله الطفل من لما يولد من بطن امه فحوصات اللي بتنعمل له كتير مهمة لنعرف وضعه وكيف حالته المرضية. لو بدينا بداية دكتور عن أهمية الفحوصات اللي بتنعمل للطفل حديث الولادة لحد عمر الكبير. بداية يعني فعلا مسرور جدا أكون معاكم في البرنامج الناجح. شكرا فيك دكتور عن جد يعني، وإن شاء الله الله يوفقكم أكثر. شكرا شكرا. ومواضيعكم جدا ممتازة يعني، واحد والناس عم تستفيد منها. الله يخليك. حقيقة إنه العلم كتير تطور في مجال الفحوصات الطبية. هلا في أشياء انت حكيت على فحوصات الاطفال الصغار وكيف نعرف اذا في لا سمح الله مشكله، لانه الاطفال ما بيشتكوا الا اذا كان فعلا مريض او شيء زي هيك. الاطفال حديث الولاده في فحص، كم من فحص هيك صغار بتسووا اول ما ينولد المريض او الطفل عفوا مش مريض، بتبين مسار او كيف الطفل راح يكون مستقبلا. فحوصات جدا سهله غير مكلفه واشياء بسيطه، وممكن يتعالج الطفل في حينها او نعطي الأم مكملات بتعالج عن طريق الحليب الأم. وهو سبحان الله معظم المستشفيات هلا والأطباء بيطلبوا هاي الفحوصات. عم تطلب بشكل كبير، والحمد لله في صارت هالثقافة هاي إنه كل واحد بده يشيك على ابنه يشوف كيف الأمور هاي. هلا بنيجي على الفحوصات اللي أكبر شوي، الأطفال في سن اللي هي مرحلة البلوغ أو إشي زي هيك، في كم من فحص أو هرمون إذا الأهل شافوا إنه الطفل عنده سلوكيات معينة، مثلاً شاب صغير صوته ناعم إشي زي هيك، في كم من فحص هرمون بصير. البنات نفس الشيء، إذا في كان شعر أو إشي زيادة شعر برضو في كم من هرمون، كلها تتعالج يعني سهل جداً إنه يسيطر عليها. هلا بنيجي للأكبر شوي، هلا كل سن معين أو ليفل معين بالعمر في له فحوصات تمام، على اساس احنا بدنا نحاول انه ما يوصل المريض لدرجه او الشخص لدرجه المرض ويتعالج. احنا بدنا نحاول قبل ما يمرض او اكتشاف مبكر. هم كم من فحص بساط بتسويهم حسب العمر. هلا احنا يعني كثير بنقول المرض الخبيث او السرطان او شيء زي هيك بخافوا الناس، يعني حتى لو بحس شيء متغير بجسمه بخاف يروح يفحص على المختبر. انا بقول لا، لازم تكون هاي ثقافه عندنا ومعروفه، اي شيء في بدايته ممكن يسيطر عليه وممكن انه ما ياثر على مستقبل الطبي تبع الشخص. طيب احنا لما نحكي عن شخص يفحص فحوصات، لما نحكي عن بدايه عمر بصراحة وبمصداقية، أنا بعرف كتير شباب بيتابعونا، أنا لولا أني طبيب وبعمل فحوصات دورية بالمستشفى وحتى معكم، ولا يعني عادة بتلاقي الواحد يتأخر ولا فكر يعمل فحوصات. فأنا بحكي أنه ضرورية أنه الشباب بأي عمر يبدأ خلاص روح يعمل ولو لمرة فحص دم، وبعد هيك كل قديش لازم يعمل فحص دم. هلا سن اليوث أو الشباب الصغار عادة، إلا إذا كان في الأهل ملاحظين إشي او اختلاف معين، شيء مش طبيعي زي اخوانه زي خواته او شيء زي هيك، هذه في لها فحوصات معينه. هلا بنيجي احنا للشباب كمختبرات او مختبراتنا احنا السمارت لاب بوجه خاص، عندنا كم من فحص محددينهم للاعمار معينه. هلا فوق ال 30 مثلا في فحوصات معينه بسيطه،
جدا بسيطة، بتفحص مثلا وظائف الكبد، وظائف الكلية، فحص البول، يعني فحوصات معينة هيك تعطيك مؤشرات كيف الجسم عم بيشتغل. صح، بتروح بتفحص سكري كلى وسكر والأشياء هيك تطمن على جسمك بالضبط. كيف عم بيمشي خاصة إذا الأهل عندهم مشكلة مثلا بسكر ضغط إشي زي هيك، أو الولد مفرط بالصحة، لازم تضلك تتابع. هلا بنيجي الفحوصات الأكبر، مثلا الناس بسن الأربعين، هلا بندخل على الفحوصات اللي هي أكثر شوية مش تعقيدا، يعني إنه تحدد الحالة، مثلا فحوصات اللي هي أو الواسمات السرطانية، أو مؤشرات إذا كان لا سمح الله في إشي سرطاني أو إشي زي البي إس إيه مثلا، بي إس إيه، سي إيه، فحوصات للقولون، فحوصات للبنكرياس، عم تبين له نسبة عالية من بالضبط بالضبط يعني. خاصة إذا كان في بالعيلة هيستوري، أو في حدا بالعيلة مثلا أمها أبو أب إشي زي هيك عندهم الشباب. طب أنت كل قديش بتنصح إنه إذا حدا عمره مثلا فوق 40 سنة كل كم يعمل فحوصاته؟ كل سنة، كل سنة لازم كل سنة. يعمل فحوصات، هي كمان فحص هيك صغار ولكن تعطي مؤشرات أكبر، إنه ما يتطور مثلا الشغلة ونقول والله تأخر الشغلة أو تأخر المرض أو بحالاته الأخيرة وما في أي علاج. بالعكس، أي مرض، أي مرض إحنا خايفين منه في بداياته ممكن إذا اكتشفناه واكتشاف مبكر بيساعد كتير على الحل، وبتعطي الدكتور مساحة. حكيت لي هلا صارت في فحوصات بسيطة وسهلة، حتى دم هيك نقطة بسيطة بتعملوا فحوصات متطورة. نعم، بالنسبة لفحوصات الفيتامين اللي هو البي 12 والفيتامين دي صارت سهلة جدا، ما في داعي حتى تروح على المختبر، انت ممكن تاخذ الكرت وبنقطة دم واحدة ممكن نفحص لك الفيتامين. غير هيك اللي انتوا حكيتوا على قص المعدة وإشي زي هيك، الناس عم تفحص دائما على فيتامين بي 12 وفيتامين دي، في فحوصات في فيتامينز اكثر من هيك، لانه الانسان بصير ياكل او الشخص بصير ياكل كميات صغيره فبصير عنده نقص في فيتامينات ثانيه. احنا ما بنحسب حسابه فيتامين اي، فيتامين فلازم يفحص عشان نعوض له اياها. لازم النقص. انا بيجيني كثير ناس فيتامين دي جدا على هذا الليفل وفيتامين بي، ولكن الفيتامينات الثانيه بتكون نازله كثير عنده، لانه أوكي. الناس ما عم بتركز عليها، ما في هالثقافه انه يروح يفحص فيتامين كي ولا فيتامين اي، يعني بلاقوها انه مش متداول، ولكن بالعكس اي فيتامين بياثر. انت دكتور ما شاء الله بياثر على شغلات ثانيه. طبعا شفت كيف انا قبل ما اختم بدي احكي لك القصة سريعه. تفضل. في انا بعمل برضه فحوصات دوريه بتعرف انت. نعم. فاخذت حدا من اصحابي اقنعته انه يروح يعمل معي فحص، هو مش طبيب حدا، فحكيت له رح نعمل فحوصات انا رايح اعمل، فتعال معي هيك. فلا وشو اعمل وانا بديش اعمل، انا اصلا صحتي ممتازه وما تخافش علي رح اعملها. فهيك حكيت له تعال تسلم يعني نعمل فحوصات، فحكيت لهم بتذكر حكيت اعمل لهم فحوصات، بس فحص دم وفحص للدهون وفحص سكر تراكمي وفحص للكلى والكبد حتى نطمن على وضعه، بس بديش اكثر من هيك. فلما خلصنا الفحوصات طلعت النتائج، انا طلعت ما في شيء وانا كنت خايف كثير رايح اطمن على الفحوصات. طلع صاحبي اللي رايح معي عنده ارتفاع كبير بالدهون الثلاثيه بجسمه وارتفاع بالكوليسترول بشكل يعني لا يوصف. فلما شفنا الفحص احنا انه ايش معقول لهالدرجه وضعك بالدهون، فالرساله اللي بدي اوصلها يعني هو بعدها خاف كتير وعمل نمط حياه وغير كل اكله وصار يعمل رياضه، ورجعنا فحصنا له بعد سنه رجع باك تو نورمال. بدي اوصله تخيله هو كمان مدخن، كان تدخين وارتفاع في الدهون ما كان يعرف عنه، ما كان يعرف انه عنده ارتفاع في الدهون، مع التدخين مع العمر كم سنه ممكن لو سمح الله صار عنده ضغط وكذا راح يكون معرض انه يصير عنده سادن ديث او جلطه فجائيه. نعم. بسبب الشيء اللي ما كان يعرف عنه. هون ناكد على اهميه الفحص لكل حدا فيكم ولو مره يعني خلال فتره عمره، بالذات فتره الشباب. هذا اللي بنحكي فيه دكتور، فحص صغير ممكن يبين كل شيء. يبين كل انا بدي اشكرك دائما، انت بتكون معي كل موسم عم تضيف. شرفنا نكون معاكم حبيبي، يسعدك. فرصه سعيده جدا. شكرا شكرا لك. خليكم معنا ضمن اطباء سبعه مستمرين بفقراتنا. يسلموا دكتور. هلا وانتم قاعدين عم تحضرونا، في منكم ناس قاعدين قاعده عاديه وفي ناس قاعدين رجل على رجل زي ما انا قاعده هلا رجل على رجل. اليوم معنا بالاستوديو اسامه صلاح. كيفك اسامه؟ اهلا وسهلا. بدي يحكي لنا انه هاي القعده مش منيحه، ليش يا اسامه؟ انا بحب اقعد رجل على رجل. تمام. هلا فكره القعده برجل على رجل كثير ناس بيعتبروها من ضمن الاشياء انه الاتيكيت، او في ناس حتى بتصنف الناس عن طريقه القعده شخصيتهم. ومثلا انه بتدل على اشياء معينه بشخصيه الناس من خلال القعده، بس احنا نبعد عن هذا الموضوع. رح نحكي قديش بتصيب اثار جانبيه او قديش بتاثر عليهم بشكل سلبي. خلينا نقول هلا فكره القعده برجل على رجل كثير ناس يمكن بيرتاحوا فيها، خاصه اللي بعده لفترات طويله،
وهي هون المشكله بتصير. يعني هي كفكره القعده هي وضعيات الجسم بتاخذها، في منها اذا طولنا بترك اثر زي فكره الرجل على رجل. هلا اول شيء اذا نحكي عنها رح نحكي عن ناحيه العظم اكثر. هلا اول شيء فكره اني احط اجر على اجر رح اغير من شويه ترتيبات في الجسم الموجوده عندي. يعني انا المفروض اني اكون قاعد، ظهري مفروض، اكتافي على نفس المستوى، المفروض هيك بس ما حدا بيقعد. هلا فكره اني احط رجل على رجل رح اثر اول شيء على الحوض. هلا الحوض اللي هو يعتبر قاعه الاتزان تبعيه العمود الفقري. نعم. فبيبلش يصير عندنا مشاكل مثلا انه انحناءات غير الانحناءات اللي المفروض تكون. فهنا بندخل في وجع ظهر، بوجع الرقبه، وبنفس الوقت تحدب الاكتاف او تقوسها، لانه كثير ناس بس يقعدوا بضموا الرجل بايديهم. فهيك احنا ضررنا الاكتاف، الفقرات العنقيه الصدريه بشكل كامل لغايه ما نوصل للحوض. غير هيك الشد اللي بصير على المفاصل، هلا عندنا مفصل الحوض بصير عليه ضغط كثير عالي وخاصه على عنق الفخذ. غير هيك الاوتار والاربطه المحيطه فيه وفي منطقه الركبه. فهذا الاشي من ناحيه العظم، صح، انه المفروض انه ما نقعد هيك لفتره طويله. ومرات الواحد بيكون قاعد هيك قاعده كثير طويله، بتصير احنا معنا ورجل على رجل، بس يجي يقوم اجر على اجر كمان. بس يجي يقوم مش قادر يدعس على رجليه، بتنمل كلياتها. هلا الفكره بدنا ندخل بالناحيه الثانيه. يعني احنا حكينا من ناحيه العظم، رح نحكي اكثر من ناحيه الاعصاب. هلا كثير ناس، ويمكن هي من الاشياء اللي كثير ناس بيستغربوها، انه ممكن انه العصب يتاثر او ممكن انه يصير عندي مشكله بس نتيجة ان هاي القعدة او قعدت هاي القعدة. هلا الفكرة احنا عم نحكي قعدة مع فترة طويلة. في ناس بعده لساعة او لساعتين. هلا هدول الناس، في كثير ناس بقول لك مشط القدم او المشط الرجل هو اللي بتأثر اكثر شيء. هلا نتيجة الضغط المباشر اللي بصير عليه، عادة كثير ناس لما يحط اجر على اجر بصير ضغط على المنطقة اللي هي الجزء مزبوط الخارجي من الركبة. هلا نتيجة هذا الضغط بصير عندنا تأثير على العصب اللي بغذي منطقة القدم، وفي ناس بوصلوا لمرحلة سقوط في القدم. هو البيرونيال نيرف. بالضبط. نعم. ففي ناس بيعانوا من سقوط القدم نتيجة هاي القعدة لفترات صح طويلة. صح. غير هيك فكرة السياتيك نيرف او عرق النسا، هلا كثير ناس نتيجة الشد المتواصل على هذا العصب بيعانوا من مشكلة فيه. هلا المشكلة يمكن كثير ناس يتفاجئوا منها فكرة المشاكل اللي بتصير في الدورة الدموية. يعني كثير ناس بتوقع انه نتيجة رجل على رجل انه ممكن دوالي او بتزيد من الدوالي او الم الدوالي للناس اللي عندهم اصلا هاي المشكلة. هلا الدوالي سبب من الاسباب او شيء من الاشياء اللي ممكن تصير معنا من المشاكل اللي ممكن تأثر على هدول الناس. غيرها فكرة ارتفاع ضغط الدم المباشر. هلا في كثير ناس مثلا نتيجة اني حاط اجر على اجر بعيق عملية الدورة الدموية او بعيق من سلاسة الدورة الدموية بالنسبة لإلهم، فمنلاقي بيعانوا من مشكلة ارتفاع ضغط الدم السريع خلينا نقول او المفاجئ. فعلا لما تكون مثلا عيادة بدك تفحص لمريض ضغطه لازم يكون قاعد قاعدة مضبوطة، جهاز الضغط على مستوى معين، فهاي القعدة انه بس تاخذ قراءة مثلا هو متمدد او قراءة وهو واقف بتفرق عن هاي القعدة. يعني القراءات عن جد اذا واحد بده يجربها يجربوها، عن جد بيشوفوا انه فعلا بتكون القراءات غير بالضبط، هي بتعطي اعلى شوي لانه بيكون في مقاومه اكثر للدوره الدمويه. فما بدنا نخوف الناس، بس بدنا نقول لهم انه فكره انه بدك تقعد ما تقعد لفترات كثير طويله. عاده احنا بس بنعطي نصائح للناس خاصه بوضعيه الجلوس انه كل ثلث ساعه لازم تغير وضعيتك. بالضبط. خاصه الناس مثلا اللي عملها بالطلب جلوس لفترات طويله. وغير هيك في تمارين اللي بنعمل، تمارين اللي بنحرك فيها مثلا انك توقف عروس الاصابع او توقف على الاكعاب اكثر من مره، هذا الشيء رح يحرك عضلة السمانة بشكل كثير قوي ورح يقوي ضخ الدم. بالضبط، لأنه تعتبر ثاني أكبر مضخة بالجسم. صح. بعد القلب. صح. فبنتمنى دائما إنه الناس تبتعد عن الأشياء اللي بتضرها وتكمل بالشغلات الصحية أو الشغلات اللي بدنا نقول إنها ما بتضر جسمنا أكثر. حلو كثير، كثير مفيدة الفقرة. كان بتمنى انه نفرجيهم شوي انه حركات وكذا، بس يعني لقدام ان شاء الله. هيك الفقرات الجاي بتكون فيها حركات ان شاء الله. ان شاء الله يسلموا كثير أسامة. بتمنى انكم استفدتوا. هي انا كمان بتطدي اقعد رجل على الرجل. كملوا معنا فقراتنا. مواضيع زيادة الوزن كتير بنطرحها، ولكن موضوع قلة الوزن بالذات إذا كانت قلة الوزن مرتبطة بالأمراض رح يكون موضوعنا بفقرة اليوم. أنا ودكتور محمد، كيفك دكتور؟ أهلاً وسهلاً. الله يخليك. يعني بدنا نحكي أسباب نقصان الوزن المرتبط بالأمراض. طبعاً، يعني زي ما حكيت معتصم بدنا نحكي على الأشياء المرضية، نقص الوزن المرضي. نقص الوزن المرضي فيه له كتير أسباب. من أحد الأسباب إنه المريض مش قاعد عم بأخذ إناف كالوريز، يعني مش بأخذ كالوريز سعرات حرارية كافية. سواء يا إما بكون عنده مشكلة في البلع، كثير من الايام مرضى اللي بيصير عندهم لا سمح الله سرطانات في الدماغ او سرطانات باي محل ثاني، المرضى اللي بيصير عندهم جلطات في الدماغ، بيصير عندهم صعوبه في البلع، فبتلاقي بس يبلع الاكل صعب عليه. بالضبط. بس يبلع بروح كلياته على الرئه، فما بقدر يبلع بشكل كافي. أوكي. اللي عنده سرطانات في باقي الجسم او امراض مش ضروري سرطانيه، يعني امراض الروماتيزم، امراض الجهاز التنفسي، امراض الجهاز العصبي المزمنه اللي بتخليه ما يقدر يبلع او يبلع كميات بسيطه،
الأشخاص اللي عامل جراحة لجزء من أمعائه ما بمتص جزء كافي من السعرات الحرارية اللي نعطيها، كل أمراض الجهاز الهضمي اللي تؤدي إلى المال أبزوربشن يعني عدم امتصاص الأكل بشكل طبيعي، هاي كلياتها ممكن تؤدي إلى خفض في الوزن أو مستوى وزن قليل جدا، اللي هو طبعا بيأثر على كتير أشياء، نقص حديد، نقص فيتامينات، نقص B12، نقص الأشياء المكونة للحياة، الأشياء الكتير مهمة. أوكي، لما نحكي عن بعض الأسباب إيش الأمور اللي نعملها علاجيا لإلهم؟ طبعا الامور العلاجيه اول شغله بدنا نعرف شو سبب نقصان الوزن هذا، اذا في سبب واضح مثل الغده الدرقيه والله زايده كثير او في مشكله مثلا حساسيه القمح بنعالج السبب الرئيسي اللي ادى الى هذه المشكله، ولكن اذا ما لقينا سبب او لقينا سبب ولكن احنا بحاجه نعطي زياده بالسعرات الحراريه والاكل، في طريقتين لتحسين وضع الوزن، الطريقه الاولى اللي هي طريقه عبر الفم أو الطريقة الثانية عبر الوريد. طبعاً عبر الوريد التغذية عبر الوريد هاي بحاجة إلى عناية مركزة داخل مستشفى، في إلى حسابات كتيرة وإشي خطير جداً، طبعاً مش إشي سهل. الإشي اللي عن طريق الفم في إلها طريق طرق كتيرة، إذا المريض بيقدر يبلع ممكن نعطيه سبلمنت مكملات، يعني مكملات غذائية بالضبط فيها سعرات حرارية كبيرة بكميات بسيطة لأنه المريض ما بيقدر يبلع كميات كبيرة. هاي محمد يعني زي شرب تنشرب، زي شرب بالضبط باودر زي الحليب بنشرب وبنشرب، نعطي للمريض 3-4 وجبات في اليوم، كل وجبة 200-300 ml يعني كاسة صغيرة بتعطيه 1500-1600 سعرة حرارية، إيش كتير منيح. طبعا اللي ما بقدر يشرب أو ما بكفي ساعتها في أشياء تانية بقدر أسويها، أنا جايب معاي هاي شوية أشياء أفرجك إياها معتصم. التغذية عن طريق الأنف، فمندخل التيوب هذا هو الأنبوب هذا مندخله عن طريق الأنف عشان المريض يقدر يحكي ويتصرف بشكل طبيعي، الأنجي تيوب بنسميه بالأنجي تيوب مش عن طريق الفم، مندخله ومنوصله للمعدة بهالشكل هذا، ومصير نحط التغذية في المنطقة هاي، هاد بيزبط لفترات قصيرة جدا أسبوعين ثلاثة، ما بنقدر خلي لك لوقت طويل لأنه بتخيل يعني أنت موجود عندك تيوب بالأنف لشهر شهرين كتير بداية وما بتقدر بضله يصحى أموره. فالمرضى اللي عندهم جلطات مثلا في الدماغ وما بقدر يبلع بنركب له عن طريق المنظار انبوب من خلال المعده، هذا الانبوب التغذيه اللي هو الكبير هذا بيدخل عن طريق المنظار، فبتطلع من المنظار بتوصل المعده وبتطلع من بيطلع من هون بالضبط، فبصير بصير عندنا الانبوب كانبوب تغذيه بالطريقه هاي، بنقدر نحط فيه اي شيء، بنقدر نحط فيه مكملات غذائيه وبنقدر نحط فيه اي شيء. طب هاي محمد ايش الحالات اللي نستخدم فيها؟ هلا الحالات اللي نستخدم فيها حالات اكثر شيء جلطات دماغ اللي هي ستروك، المريض ما قدر يبلع بالمره فبدا كان داخل مستشفى صح ولا مو شرط؟ لا بروح بحطه بروح مستشفى بنخلي اهل المريض يجيبوا مثلا خلاط جدا قوي وعادي ويحط الاكل، حط دجاج لحمه حط رز اللي بدك اياه بس اخلطه بحيث يصير سائل زي الكوكتيل، ويصير نحط بالانبوب هذا ونحط بعديه مي، فبحكي لاهل المريض زي كأنك بتطعميه 4-5 وجبات في اليوم خلال الانبوب هذا فبدخل بشكل طبيعي. طبعا في ممكن تعطيه فيتامينات في مكملات غذائيه ولكن ممكن اكل البيت اللي هو الكيتشن فورمولا يدخل فيه. طبعا في برا في اكياس خاصه للموضوع هذا يعني بتكون باكس موجود فيها الامينو اسيد موجود فيها الدنيا اوريدي مخلوطه وجاهزه ولكن احنا هون في الاردن ما عندنا هاي المكملات بشكل كبير يعني، بالتالي انا بحكي لاهل المريض الاكل تطبخوه بالبيت حطوه بهالخلاط واعطيه للمريض. طبعا بس المريض يتشافى ويصير اموره احسن ويصير يقدر يبلع منشله اياه بسهوله ما في مشكله. تمام حبيبي شكرا شكرا كثير دكتور محمد، اكيد اتمنى السلام لكل حدا فيكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفقره، خليكم معنا بالفقرات الجايه. مستمرين معكم بالاطباء السبعه، اليوم رح نحكي عن تغذيه الاطفال، معنا تالا. كيفك تالا؟ اهلا. ايش رح تحكي لنا هلا عن تغذيه الاطفال؟ اليوم رح احكي عن اهميه تغذيه الاطفال وكيف لو نحن عرفنا الغذاء الصحيح الغني بالفيتامينات والمعادن كيف نقدر نحمي اولادنا من مشاكل كثيره ممكن تصيبهم بالمستقبل، وبرضه كمان كيف نقدر نطور من نموهم وبرضه نطور من النشاط الذهني تبعهم ونشاطهم كمان بالمدرسه. اوكي هلا احنا عن اي عمر رح نحكي؟ يعني نحن رح نحكي تقريبا من عمر 3 سنين ل 10 سنين. اوكي ايش بتحبي تحكي؟ اول شيء خلينا نعمل زي جدول للوجبه وجبات الطفل. اوكي هلا اهم وجبه هي وجبه الفطور. وجبة الفطور دائماً عادةً أول ما يصحى الطفل بيكون عنده سكر منخفض، أول ما يأكل وجبة الفطور بيرتفع السكر بيزيد من إفراز هرمون الإنسولين بتبلش عمليات الأيض أو الحرق، فهون نحن بلشنا نشغل الجسم. أوكي هلأ كتير دراسات انعملوا برضو على فوائد الفطور، لقوا إنه الفطور
بالمستقبل لما الأطفال اللي كانوا باخذوا من الفطور بالمستقبل بقلل من نسبة إنه يصير عندهم السمنة وإنه يرتفع عندهم الكوليسترول الضار أو الLDL كوليسترول. هي وجبة الفطور مهمة عند كل حدا، فأكيد بالأطفال حتكون كتير مهمة. طبعاً أكيد. في أوبشنز معينة مثلاً لازم نستعملهم؟ هلا أحسن أوبشن اللي هو الناس دائماً بيحكوا عنه البيض، لأنه غني بالبروتينات بالأوميجا 3 الفيتامين د والفيتامين ألف. هلا في دراسة عملت على البيض، حاولوا يشوفوا الأطفال اللي كانوا بتناولوا البيض واللي كانوا باخدوا الكورن فليكس أو السيريال، لقوا إنه الأطفال اللي كانوا باخدوا البيض الكمية أو عدد السعرات الحرارية اللي تناولوها على الغداء كانت كتير أقل من اللي كانوا ياخدوا الكورن فليكس أو السيريال. بيعطي إحساس بالشبع هو طبعا من البروتين. هلا باعتبار فتحنا موضوع الكورن فليكس، كثير الناس بيلجأوا للكورن فليكس كخيار أسهل يعني من الأم أكيد طبعا وحتى للأطفال بلاقوا الإشي الأسكى. بس الكورن فليكس أو السيريال بحد ذاته فيها نسبة السكريات كتير عالية، فيها مادة اللي هي الجلايفوسيت كتير مضرة للأطفال، فنحن دائما لازم نفكر بالخيار الأسهل الثاني الأفضل المغذي للطفل. مثل مثلا ممكن ياخدوا الشوفان مع الحليب مع قطعه مع فراولة وكيوي، ومنها كمان باخدوا واحدة من الحصص تاعت الحليب لأنه هن بيحتاجوا من 2 لـ3 حصص من المنتجات الألبان والحليب. أوكي هلأ هنحكي عن وجبة الغداء، إيش بتفضلي يكون الغداء؟ هلأ وجبة الغداء دائما لازم يكون في بروتين سورس أوكي يعني، والإشي الثاني كمان لازم يكون مرتين بالأسبوع عندنا أسماك. هلا الأسماك عشان ياخذوا الأوميجا 3 اللي بيحتاجوها للتطور اللي عندهم وللتطور الدهني تبعهم. هلا الإشي الثاني ممكن ياخذوا مثلا بهاي المرحلة بيكونوا كتير بيحتاجوا الحديد، فبدهم ياخذوا من البقوليات من مثلا الورقيات أوكي، فلازم يفكروا من منطلق الحديد لأنه لازم بيحتاجوا من 13 ل15 ميلي جرام باليوم من الحديد. اوكي هلا رح نحكي عن وجبه العشاء. هلا عندنا وجبه قبل وجبه العشاء اللي هي السناكس، الخربطات اللي كثير هلا السناكس عندنا. اي بحب استسهل اي شيء ممكن انه ينعطى للاطفال، مثلا في ناس تعطي لوز، هاي الاشياء هاي منيحه. هلا هاي احسن شيء، بس هي وين المشكله؟ اللي بيروحوا للعصائر والمشروبات الغازيه وكل الجنكس، فنحن بدنا نحاول هذا اكيد ضارين فبدنا نحاول دائما يكون في عندنا بدائل، يعني كثير مهمه مثلا المي، الحليب، المي لانه العصير. شو رايك بالعصير؟ العصائر الطبيعية خلينا نحكي احنا، حتى العصائر الطبيعية انا بفضل ياخذوا فواكه لانه بتكون غنية بالالياف احسن ما ياخذوا عصائر. لو اضطروا ياخذوا عصائر يحاولوا يعملوا 50-50، يعني 50% من الكاسة عصير و 50% مي. اوكي عشان بس يفضل دائما هو الفواكه الخيار الانسب. ممكن مثلا يعملوا تفاح مع زبدة اللوز، ممكن يعملوا بطاطا حلوة، الفواكه المجففة، عندك مثلا الحمص بتكون مثلا مع خضار. في كتير اوبشنز ممكن نتفنن بالدسبلاي بدل ما نلجأ مثلا للشوكولاتس او للشيبس وهالاشياء لانه هذا العمر بيكونوا كلهم مكيفين عليه. طبعا اكيد وفي شغله المي قلتها كثير ناس بنسوها اكيد بتقلل من يعني بتقلل من التركيز خصوصا للاولاد اللي بيكونوا عندهم امتحانات وهيك، فلازم نركز على هاي الشغله. العشاء انا دائما بفضل العشاء يكون يناموا خفيفين. يعني اذا كانوا جوعانين باخذوا ساندويتش مثلا من الحبوب الكامله عشان ياخذوا احتياجهم من الالياف، او ممكن اللي هو مثلا ياخذوا لبن مع تشيا سيدز، بذور التشيا. بذور التشيا غنية بالأوميجا 3 بالمعادن بالبروتينات، بتعطي إحساس كمان بالإشباع وبترفع برضو، بتساعد إنها ترفع المناعة عندهم. بالضبط. طيب تالا شكرا لك كتير وأهلا وسهلا فيكي، وهلأ رح نكمل معاكم باقي فقراتنا. جوهر الأشياء قلبها، فما بالكم لو كان قلبكم. أجزاء القلب رح نتعرف عليها أكثر مع دكتورنا دكتور إياس. كيفك دكتور؟ أهلا وسهلا. يعني لو نتعرف على أجزاء القلب. نعم، بأنه معنا هالموديل اليوم هون و... موجود. يس. طيب أجزاء القلب متعددة. إذا بتحب نبلش نشرح من الخارج ونفوت لجوا. أوكي. فطلعنا هنا القلب قدامنا، طبعا هذا أكبر من حجم القلب العادي. طبعا حجم القلب العادي تقريبا بقول لك قد قبضة الإنسان، يمكن أكبر شوي. أوكي. فهذا مكبر على أساس الناس يفهموا علينا. الطلاق على القلب هون بتشوف اول شيء الجزء اللي زي اللحمه هون زي الستيك هذا وهذا. هذا بطين، يعني هذا جدار البطين. أوكي. الخارجي، وهذا جدار البطين الايمن. أوكي. الشغلات الحمراء اللي هون هاي شريان تاجي. طبعا يعني هذا شريان تاجي، هذا هون شريان تاجي الايمن، هون الايسر الامامي، هون الايسر المنعكس. أوكي. شريان تاجيه
بتبين كأنها على سطح القلب، بس هي بتمشي على سطح القلب وتفوت جوا العضلة. أكيد. هلا هون في عندك الأذين الأيسر، هون الأذين الأيمن. فعندك أذين أيمن، بطين أيمن، أذين أيسر، بطين أيسر. أوكي. هلا بيطلع من القلب الشريان الرئيسي اللي هو الشريان الأبهر اللي هو الماسورة الحمراء الكبيرة هاي، بتطلع من هون وبتفرع على ثلاث شرايين رئيسية بيطلعوا على الدماغ وعلى الإيدين، على الذراع اليمنى واليسرى. أوكي. وبلف وبنزل نزول باتجاه البطن عشان يعطي شرايين الكلى وشرايين الأمعاء وشرايين الإجرين وكل شيء. سبحان الله. فهون هاي الماسورة الرئيسية، هذا الخط الرئيسي اللي بغذي الدم لكل الجسم، واللي بضخه القلب بيطلع من البطين الأيسر. أوكي. هلا هدول الزرق، الأزرق هذا هو الوريد الأجوف الرئيسي اللي برجع الدم من الرأس والذراعين للقلب، وفي واحد تاني ورا مش مبين معنا هون بيجيب الدم من الإجرين. أوكي. فالأزرق هو الأوردة اللي برجعوا الدم من القلب. أوكي. بروح على البطين الأيمن بعدين بطلع الرئتين عشان يتصفى ويتفلتر. هلا إذا فتحنا من جوا نشوف، من جوا عشان نشوف نظرة الداخلية. أوكي. هاي داخل القلب بتشوف هون في البطين الأيمن وهون البطين الأيسر. وجواهم في اللي زي البراشوت هذا هون وهون، هذا الصمام. اوكي. هذا الصمام التاجي وهذا الصمام الثلاثي. اوكي. هاي الصمامات هدفها زي الابواب، تتحكم بجريان الدم، ما تخلي الدم مثلا يمشي بغير اتجاهه. فهدول مثلا الصمامات الاذين الدم بوصل له بينزل من الاذين للبطين، بعد الصمام بسكر. الشمال نفس الشيء، الاذين الايسر بوصل الدم، بينزل الدم من الاذين الايسر للبطين الايسر، الصمام بسكر استعدادا انه الدم يطلع من البطين الايسر للشريان الابهر وروح باقي الجسم. هو نفس الشيء، لما يسكر الصمام الثلاثي البطين الايسر الايمن بنقبض وبطلع الدم منه للرئتين عن طريق الشريان الرئوي. فهذول هم الاجزاء الثلاثيه. هلا لما نحكي عضله القلب بنحكي على البطين الايسر. اوكي. بقول لك فين الضعف بالعضله؟ عم بسال انه انا مثلا عضله القلب عندي قوتها هاد وفيها ضعف فيها. نحكي على البطين الايسر. اوكي. البطين الايسر اللي هو هاي اللي هون عندك العضلة اللي هي هاي الجدار بتضخ زي المضخة. أوكي. هلا هاي لما كانت إذا كانت شغالة كويس بيكون معدل ضخها 50-55-60%. أوكي. معنى آخر بتفضي 50-60% من محتوياتها. كيف بنقيسها احنا للمريض؟ عن طريق التصوير بالإيكو. أوكي. يعني قديش في كمية تطلع كل ضخة مقابل قديش في كمية كانت موجودة بالعضلة جوا التجويف قبل. هاي النسبة هي ما يسمى معدل ضخ القلب. لما تكون في ضعف بالعضله بيكون في ضعف بالبطين الايسر. اوكي. طبعا ممكن يكون عندك توسع بالبطين الايسر، ممكن توسع بالبطين الايمن، توسع بالاذين، كل مرض بيعمل توسع معين بجهه معينه. فهي الاجزاء الرئيسيه. هلا بس شو مثلا فتحه بالقلب بيكون هذا الجدار اللي بين البطين الايسر والايمن في فتحه جواه خلقيه. أوكي. بيكون كانه في ثقب هنا بصير الدم بروح مثلا من الشمال لليمين. ممكن يكون في فتحه بين الاذين وبين الاذين. فهي يعني شغلات شوات خلقية تانية. بس بشكل عام عندك بطين وبطين أيسر وأيمن، أذين أيسر أذين أيمن، وعندك الشريان الرئيسي اللي بيطلعوا من القلب والشريان الأبهر والشريان الرئوي اللي بروح الرئتين، وعندك على جدار القلب الشريان التاجية اللي هي الخطوط الحمراء هاي اللي شفناها هون اللي هي بتغذي العضلة بالقلب. الفرق بين الصمام والشريان في مرات تخلطوا بالصمام والشريان. الصمام هو اللي زي الباب بين حجرة وبين حجرة عشان يمنع انه الدم يروح باتجاه غلط. الشريان هو الماسورة اللي بتوصل الدم. فالشريان التاجي مثلا هو هذا. هذا شريان تاجي. اوكي. الصمام التاجي هو هذا. هو هذا الباب اللي جوا اللي بين الاذين الايسر والبطين الايسر. أوكي. بين الاذين الايسر والبطين الايسر هو الصمام التاجي. نفس الشيء دائما بيسأل عن الشريان والوريد، شو الفرق بين الشريان والوريد؟ الشريان والوريد، الشريان هو اللي بيطلع الدم من القلب بوديه دم ملان اكسجين بغذي بيطلع من القلب باتجاه الجسم. الوريد اللي هو زي هذا بيرجع الدم للقلب على اساس يتصفى ويتفلتر. فالشريان عاده الدم فيه بيكون نقي واكسجين لهيك لونه احمر. الوريد بيكون عاده الدم فيه مش نقي وفيش فيه كثير اكسجين لهيك بيكون لونه ازرق. يعني باختصار وضحنا لكم اجزاء القلب. ان شاء الله. شكرا دكتوري. رح نستمر بفقرات البرنامج، خليكم معنا متابعينا. شلل الدماغ رح نطرحه اليوم بموضوع حلقتنا اليوم من ناحية مجتمعية ومن ناحية طبية. رح يكون معي ندى ولينا. كيفكم؟ تمام. شو أخباركم؟ خير. يعني اليوم إحنا أصرينا واتفقنا قبل ما نطلع على الشاشة ونصور بإننا نطرح الموضوع من ناحية مختلفة.
من ناحية مجتمعية وبنفس الوقت من ناحية طبية وعناية للمصابين بالشلل الدماغي. طبعا انا بدايه حاب ارحب في لين، اهلا وسهلا فيك. يعني انت ما شاء الله عليك، يعني ممكن اتوقع كثير ناس بيعرفوك، وقديش انك قصه لوحدك اصلا قصه نجاح، بانك عندك طفله مصابه بالشلل الدماغي واستطعتي كأم انك تثبتي حالك من خلال دعمك المعنوي لها ودعمك الطبي بمساعده ندى. حابين هيك نعرف اكثر وناخذ رايك بموضوع اهميه عنايه الام بطفلها المصاب بشلل دماغي. هلا بالنسبه للعنايه باطفال، يعني انا كأم لطفله عندها شلل دماغي، بالنسبه لي هي حياتي كلها. يعني انا بعتبر انه حاطه مريانه، وطبعا انا بعتبر يعني ما بتعرف اللي ما بعرف، انا ام مريانه طفله عمرها 4 سنين مصابه بشلل دماغي. كتبنا لها قصه للاطفال علشان نوعي الناس بحالتها وبأهمية إنه تكون يعني فاميليير أكثر للأطفال، يعني بمعنى بطريقة أو بأخرى دمج الأطفال اللي زي مريانا في المجتمع. هلا من ناحية إحنا لما عرفنا إنه مريانا عندها شلل دماغي، كانت بالنسبة إلنا يعني ما بعرف خلطة صدمة على إنه مش عارفين كيف نتصرف. حكتي دينا قديش إنك لما بعد ما أجتك على عمر السنة هي تشخصت، شو بدي أعمل، كيف أتعامل معها؟ ما كنت عارف شو يعني شلل دماغي، ما كنت عارف شو تبعياته، شو هو، إيش يعني بنتي رح تكون. بحثت وقرأت، وكمان بمساعدة المعالجة ندى كيلاني، هي يعني كانت جنبي على طول الطريق تساعدني وتدلني شو أعمل. اكتشفت إنه شلل دماغي هو رحلة حياة، مش إنه حالة، يعني صح. هي رحلة حياة بدنا نحاول بكل السبل بكل الطرق إنه نحسن من مستوى حياتها ونخليها سعيدة وفرحانة ومتقبلة لنفسها. ويعني هون أنا بحب إنه بعدين عرفت إنكم تنتين صحبات أيام الجامعة. سبحان الله كيف يعني سبحان الله. ندى كانت معك وكنت عاوشك أحول تخصصها أحسن صحبة. فعلا قديش إحنا زي الخوات طبعا، كيمستري بينهم. أنا قبل نطلع الهواء قديش كيمستري وبيحبوا بعض. فقديش كان دورك ندى، يعني غير إنك صاحبة هون، أنت كنت بموقع إنك أخصائية علاج طبيعي وقدمت دور الصديقة وأخصائية علاج طبيعي لصديق لبنت صديقتك. طبعا هلا أنا بحكم عملي كأخصائية علاج طبيعي أطفال، يعني منواجه هاي المشكلة مع عائلات كتيرة. أول فكرة اللي هي أنه لازم الأهل يفهموا شو هو الشلل الدماغي، يميزوا طفلهم عن أي طفل تاني. هلأ الشلل الدماغي يعني زي ما بنقول مظلة كبيرة لحالات كتيرة، كل حالة ما بتشبه التانية. يحاولوا كل أهل يتقبلوا طفلهم زي ما هو بالعوارض اللي عنده، بقدراته، يآمنوا بقدراته حتى لو كانت حالته شديدة. هذا الشيء ما بيعني إنه نوقف أو نستسلم أو إنه نحزن عليه أو هاي الشغلات، المشاعر اللي كتير بتصيب الأهل. طبعاً الله يسعدهم ويقويهم. أنا بعتبر كل أهل عندهم طفل شلل دماغي هم ناس رائعين وبعتبرهم جبارين، لأنه عن جد تتخيلش الرحلة علينا مسؤولية. الرحلة اللي ندى بحب الله. أعرف أنا من ندى شو دورك كأخصائية علاج طبيعي مع أطفال أو المصابين بشلل. هلا أنا دوري كأخصائية علاج طبيعي بعمل على تقييم الطفل من قدراته الحركية العقلية. طبعا إحنا المجموعة أخصائيين بيشتغلوا مع الطفل حتى يقدروا يحكم على كل مشاكله بشكل عام، سواء إدراكيا أو نطق أو استخدامه لمهاراته. كل هذا الحكي بنقيم الطفل ونشوف شو بيقدر يعمل وشو المشاكل الحركية اللي عنده، وعلى أساسه إحنا بنعمل خطة علاجية. طبعا هذا أكيد بعد ما الطفل تم تشخيصه، لأنه دائما التشخيص الصح بيؤدي إلى خطة علاجية صح، لأنه في أعراض أمراض تانية بتتشابه مع الشلل الدماغي. المفروض إحنا نسعى لتشخيص الطفل الصحيح، عشان هيك بتأخر عادة تشخيص. يس. يس. طب أنا بحب أعرف من لينا كيف كان دور يعني ندى مع مريانا، وقديش حسيت انه فعلا اثر وساعد وغير من وضعها؟ طبعا يعني اول شيء يعني هي كان دورها معي. هلا هي بتيجي كانت تعالج مريانا لساعه او يعني جلسه العلاج ساعه بس، بعدين التعليمات تعطيني تعليمات شو اعمل شو اسوي كيف اتصرف مع بنتي كيف مش كمان. روحت خلص البنت ضلها في البيت دبر حالك معها. هلا كانت دائما موضوع الدبليو سيتنج ممنوع حتى الاطفال العاديين، فاطفال الشلل الدماغي ممنوع اكثر لانهم هم عاده بيرتاحوا على وضعيه الدبليو سيتنج. ايش وضعيه الدبليو سيتنج؟ انا بحب اعرفها. بيكون جلوس الطفل على ركبه، على ركبه ومطلع رجليه لبرا، بيكون ماخذ مفصل الحوض للداخل. أوكي. وبهي الطريقه يعني بتاثر على نمو وتطور مفصل الحوض عنده. أوكي. فللاسف تعمل عندنا مشاكل في المشي او شكل شو المشي. شو بتفضلي الوضعيه ندى عاده؟ يا اللي هو التربيع.
أوكي. أو اللي هو الجلوس الطويل، يعني بنفضله أكثر للأطفال بشكل أو عام. أو على كرسي. أنا والله بستفيد يعني بحب لا أو على كرسي بيقدر يجلس عليه الطفل طبعاً. يعني تجارب الأمهات سبحان الله بتكون تعادل التجارب أكثر من الطفل طبعاً. فإحنا يعني عندنا هاي المشكلة على أساس إنه هم دائماً يعني كمريانة لحالة مريانة إنه كانت ترتاح على هاي الوضعية، فكان في حلول كيف شو أساوي، حطيها على كرسي، خلي إجريها على الأرض كذا. ففي يعني تعليمات معينة كانت دور ندى إنها تعطيني إياها وأنا أتابعها في البيت مع بنتي. يعني إحنا مش بس ساعة العلاج الطبيعي وخلص السلام عليكم راح المعالج خلص الولد ينترك يرجع كل شيء زي ما كان. إحنا يعني كنت أنا أخذ تعليمات منها وأتابع يعني باليوم ساعتين ثلاثة. طب إحنا كنا نحكي أنا وإنت فعلا كنا نحكي أنا وإنت وندى، وبحب أسمع من ندى ومنك كمان قديش مهمة التشاركية بين الزوج والزوجة بالعناية بينهم. أنا متأكد كتير الناس بتابعونا عندهم طبعاً. أطفال طبعاً. أبناء طبعاً. مصابين بالشلل الدماغي، قديش أهمية التشاركية هاي؟ هلأ زي ما حكت لينا الطفل لازم إحنا نرعاه ونعتبر حالنا زي فريق لعلاجه، سواء الأهل، العيلة، الأصدقاء، المعالج، الأخصائيين، الأطباء، إحنا بالضبط فريق لهذا الطفل جاهزين لمساعدته وإن شاء الله نشوفه بأحسن حال ممكن. هلأ دور الأهل لازم الأب والأم يتعاونوا في علاج الطفل. تعرف مسؤولية الحياة زادت عندنا كتير، الأب عنده مسؤولياته والأم عندها مسؤولياتها، فإحنا ليش لا ما تكون هي زي مشاركة إنه الأب يشيل عن الأم والأم تشيل، حتى من على مستوى الدعم النفسي. صح. الأهل والأصدقاء لازم يدعموا، وحتى مجتمعنا إحنا لازم واجبنا سواء كأصدقاء كأمهات إحنا لازم نزرع بأولادنا كيف نتقبل أطفال الاحتياجات الخاصة وندعمهم ونفتخر فيهم كتير. تحكي لنا عنه هلا بعد ما تحكي لنا، لأنه هذا مهم تحكي لنا عنه فعلا. بعد ما تحكي لنا لينا عن دور زوجك بدعم دعمك مع بنتك، كان له دور أساسي بحب أعرف. طبعا طبعا. هلا بالنسبة إلي زوجي أبو مريانة فراس هو كان من وجهه طبعا عن جد تحية، واضح إنه هو داعم أصلاً. طبعا الحمد لله. وهو كمان يعني كان الدعم النفسي أكبر، يعني أول إشي بخصوص لما عرفنا عن موضوع مريانة يعني ياخذ البنت على معي على مراكز العلاج الطبيعي، مش انه بس انه يعني عبء، لا في بعض للاسف في بعض الحالات انه الاب بيكون رافض انه ابنه فيه عندي، او حتى الام بالعكس. يعني احنا بنحكي عن 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 بيرنتس، انه ممكن يا الام يا الاب يكونوا رافضين اصلا، فبيصير هون المشاكل. هلا عاده كمان بتصير مشاكل يعني للأسف إنه هاي إحنا الحمد لله ربنا الحمد يعني لله. هو متقبل، أنا متقبلة، البنت سعيدة جدا، هاي هدفنا، حطينا هذا الهدف قدامنا. إذا أنا بقسى عليها هو بيخفف عليها، إذا هو بقسى عليها أنا بخفف عليها، نحاول نعمل توازن يعني أوكي. في العلاج يعني هو بيشجعها بطريقة معينة، بيحفزها بطريقة معينة للعلاج. مزبوط. كلمة التحفيز بالنسبة لأطفال الشلل الدماغي هاي كلمة ذهبية يعني. صح. إنك تحفزه إنه يمشي، تحفزه إنه يتحرك، تحفزه إنه كذا. فبالنسبة لنا مريانة كنا يعني مثلا يعني أي إشي بدها إياه، مش إنه نعطيها إياه بالسهل ونعاملها مش معاملة خاصة. بديش انبسط لما حكيت إن إخوانها بغاروا، هذا دل إنه هي أنتوا بتعاملوها زيها زي حدا تاني. طبعاً. حلو إنه يوصل لدرجة إنه أخ يغار منها، إذا هو حاس إنه هي بتقدم لها إشي. طيب. بس مش بنفضلها. طبعاً. لا مش تفضيل. أو إنه حتى مش تدليع. إحنا حاجتها يعني. هلا بشوف أخوها إنه إحنا مثلاً بنعمل مع رياضة في إشي كذا. هو حاس هاي طبيعية. هاي الفكرة اللي وصلها. طيب. هون بدي منك قبل ما أخذ منكم بالأخير رسالة ونختم، موضوع الدمج فعلا تحكيت عنه، دمج الأطفال المصابين بالإعاقات مختلف الإعاقات مع الأطفال بالمجتمع ديش هو مهم؟ هلأ أهمية الدمج في مجتمعنا كتير كبيرة، لازم نعلم أطفالنا سواء اللي بتمتعوا بصحة وعافية مع الأطفال التحديات الخاصة، لازم يتعلموا وجودهم في المجتمع، شو هم، من هم، هم ممكن يكون صديقك، ممكن يكون زميلك، وممكن يكون موجود معك في العمل، في المدرسة، أخوك. ممكن يكون أخوك مزبوط في أوكي. عيلتك. فإحنا واجبنا كأخصائيين، كعائلات، كأمهات، كهذا، إنه نعلم أطفالنا أوكي. كيف يتعاملوا مع هدول الأطفال. أهم إشي أهم إشي، وأنا بحس هاي كتير إشي كتير مهم، موضوع الشفقة وموضوع العطف وموضوع الحزن هذا نخليه على جنب. طبعاً. هو ما شاء الله طفل زيه زي أي طفل تاني، شخصيته قوية. في أطفال أنا بتعامل معاهم يعني ركز على شو بجننوا، خيالهم واسع. فيفضل إنه إحنا كأهل نعلم أولادنا إنه هدول زيك زيهم، وبدك تتقبلهم وتعاملهم أحسن من أي حدا تاني. أم جعفر، بدنا منك رسالة لكل الأمهات اللي عندهم أطفال أو أبناء مصابين بشلل الدماغ، إيش تحبي تحكي لهم؟ ما يفقدوا الأمل أبداً، استمري. لو إنه طفلك هلأ ما بيوقف
بعد يعني بالاستمرار بالإصرار بكذا بيوقف. إحنا نمشي بالعلاج بالتدريج، ما إنه أنا بدي ابني يمشي، يا عمي خليه يوقف بالأول بعدين يحرك شوي. أنا بتخيل إنه شوي شوي الاستمرار استمرار استمرار بجيب نتيجة. أنا بنتي سنة كاملة لحديت ما وقفت، فيعني سنة كاملة لحديت ما وقفت معناته جهد تعب كذا، فإنه استمري رح تحصلي. وهلأ الحمد لله بتاخد كم من خطوة، فخلينا نستمر ما نوقف ما نيأس. الله يعطيك العافية فعلا يخليك إياها. مظبوط. يعني أنا بدي أعقب على كلام لينا، فعلا لا تفقدوا الأمل. صح. اعتبروا أولادكم يعني عبارة عن نعمة وجهد منكم. التزموا بالبرنامج المنزلي، ما تفكروا انه التمارين وقفت او شيء، بالعكس اعتبروا نظام حياة حلو. بالزبط. تعلموا العلاج الطبيعي باللعب، اسلوب الاطفال كتير حلو انك تلعب معه اكتر ما تحسسه انه مجبر على شيء، هذا كتير احنا بنواجهه. وبتمنى كل معالج او اخصائي علاج طبيعي يتعامل من الموضوع بهذا الجانب، انه فعلا رحلة حياة ممتعة للطفل. العلاج الطبيعي هو شيء جميل، مش جلسه تعذيب او جلسه تعب. مزبوط. نفسي للطفل. صح. هاي بتمنى الكل توصل له بصراحه. يعني انا جد اشكركم، واضح التعامل بينكم انت وانت وندى، يعني عم بتكون مع بعض زي اسره واحده، وهذا طبعاً دور اخصائي العلاج الطبيعي طبعاً مع الطفل او الام اللي بتعالج معه، حتى المتابعه واضح ما كثير بغير. واجبنا طبعا ندعمهم. انا جد بدي اشكركم، شكرا لحضوركم ولوقتكم معنا اليوم، شرفتونا. شكرا. وخليكم معنا، رح نستمر ضمن فقرات برنامج اطباء السبعه، خليكم معنا متابعينا. اهلا فيكم، هلا وصلنا لاخر فقره في البرنامج، هي فقره التواصل الاجتماعي من خلال 7doctors.com او حتى مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة. بنحاول نجاوب على بعض من اسئلتكم تبعتوها، اكيد احنا دائما على قرب وعلى تواصل مع كل حدا فيكم. انا ونغم معكم. ايش نغم، كيفك؟ كيفك الحمد لله، انت تمام. كيفك؟ ايش بتحبي انت تبدي قلتي لي؟ يلا. انا الاسئله وصلت عندي، وصل عندي سؤالين. السؤال الاول من احمد. احمد بيقول لك انا عمري 15 سنه وقعت قبل يومين، ورجلي كثير نفخت وكثير بتوجعني، وما رحت عملت ولا شيء، ايش اعمل؟ نحكي عن جماعه العظام هلا. هلا عاده بما انه نفخه رجله وراء على الطوارئ، على حكوا له ما في كسر صح؟ هو مش كاتب، فهو المفروض انه طبعا مبدئيا لازم نروح على الطبيب نصورها نشوف اذا عنده كسر او ما عنده كسر، نطمن على وضعه. اذا ما كان في كسر هاي موستي بتكون انكل سبرين. صح. هو الالتواء الكاحل. التواء الكاحل. أيوة. فهي الحاله من فضل انك ترفع رجلك تكون رافعها وتحط ثلج عليها وتاخذ مسكنات. إذا استمرت المشكلة عندك لازم تروح لحتى يشوفك الطبيب ويعمل لك، بلاش يكون في كسر ومش مبين على الصورة وشيء، يعمل لك فحوصات أكثر. وحتى مرات بحطوا لهم باكسلاب زي كأنه كسر بس ما بيطول فترة طويلة. بالضبط. أنا عندي سؤال بالعيون، بس احكي لي شو عندك أنت. أوكي. السؤال اللي عندي بتحكي لك أنا عملت عملية قص معدة قبل فترة وأنا عندي ضغط وسكري، هل هذا له إنه بحيساعدني إني أتحسن؟ أول شيء سلامات. عملية قص المعدة في دراسات أثبتت غير إنها هي بتساعد على النحافة، السكري النوع الثاني مش يعني ممكن إنه مش بس يتحسن، ممكن إنه يختفي من عندك. يعني هاي دراسات أثبتت إنه لحد 60% من الناس ممكن يختفي توتالي التايب 2 دايابيتس. الضغط في يعني نسبة أقل بتكون من هدول الناس، رح يخف كتير ورح يتحسن. ومش بس هيك، بحب أعطيك كمان معلومة كويسة، حتى الربو ممكن يتحسن، حتى مشاكل المفاصل عندك ممكن تتحسن. لأن الوزن نزل. بالضبط. طبعا. سلامات. أنا سؤالي بالعيون دائما نسأله بس بحب أجاوبه دائما، إنه كل ما أطلع على الضوء عيوني بحسس وما بقدر أفتحهم. هل أسباب تحسس الضوء نغم مختلفة؟ لو حكينا عنها بمجال العيون ممكن تكون بسيطة لدرجة جفاف في العيون، ممكن تكون لدرجة تانية تحسس بالجفن، أو ممكن يكون التهاب بالقزحية أو بالقرنية. أسبابها كثيرة مختلفة، بكل الأحوال لازم تنفحص. بس مبدئيا بنصحك أنك تستخدم قطرات الترطيب بتريحك، وأكيد تزور الطبيب لحتى نعمل لك فحص ونطمن على كل أمورك. تمام. شكرا كثير نغم. سريعا خفيفة إن شاء الله نقدر من خلال هالفقرة البسيطة نوصل لإلكم، وإن شاء الله رح نشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من الأطباء السبعة. والسلام عليكم.